سي القبع عاوتاني تعاود داك النقاش حول زياج المزراوي استدعاء ديالهم جماعات تقول بان توجهنا لهم استدعاء وما تيقول لك لا ما نقدروش نجي وكذا الاسباب ديالهم. بالنسبه ليك انت شنو القراءه ديالك في هذه القضيه تاع زياج والمزراوي؟ شوف هو اللي مؤكد انه الاشكال قائم، كاين اشكال قائم. انا شخصيا كان عندي بالامس لقاء اتصال يعني باطار وطني اللي كيشتغل في امستردام، كان عندي معه حديث مطول حول هذا الموضوع بالضبط، وحكى لي بانه الاشكال قائم والمشكل بالضبط، وهو انه بين لاعبين من ابناء المدرسه ديال امستردام. اشنا هو يعني في, 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 في النظر وفي داك الشكل وفي الصوره اللي كي ينظروا لها المقربون من فريق امستردام بشكل كبير، وهو انه غياب التواصل يعني بالشكل المطلوب بين الافراد ديال الجامعه لك يعني كمسيرين او لك كاداريين او لك تقنيين، يعني بهذاك التواصل بالشكل المطلوب مع اللاعبين الدوليين. هذا اشكال. انا هنا كان بنتسائل شخصيا بانه في وقت سابق وقع اشكال، ويعني وتاكدنا وقتها بانه كان مشكل ديال التواصل، وكان فوزي القجع الدخال، وكان يعني رونار قام بالخطوه والتقى بزياش، وبالتالي طوينا هذاك الملف. اليوم اللي كيعاود يتفتح هذا الملف معناه بانه هذاك التواصل بالشكل المطلوب ما كاينش، وبالتالي اليوم كينضاف ليه زياش المزراوي عفوا، وربما انا اخشى ما اخشى وهو انه الازمه تتعمق اكثر، وبالتالي نسمع يعني مستقبلا بانه لاعبين لمغاربه اللي كيمارسوا في هولندا ربما على انهم يقاطعوا المنتخب الوطني او لانهم يتردوا في تلبيه الدعوه ديال المنتخب. قال بان التصريح ديال الواحد المدرب تاع المنتخب الوطني يبان الخروج من كاس افريقيا هو اللي زاد المشكل تعقيدا حول التصريح ديالو لزياش، يعني كان بامكان يعني يكون واحد الخطاب لين من اجل استقطاب هذا اللاعب هذا عوض ان يكون هذاك الخطاب اللي كان بهذاك الشكل. هو مؤكد ان الـ الـ الامر اللي عمق شويه الازمه هي الشكل اللي تحدث به الواحد هاليلوزيتش، علما بانه الكثير من اللاعبين كيتشكوا من هذيك الليونه والسلاسه يعني في التواصل ديال 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 هاليلوزيتش معهم. ما نساوش بانه من ضمن المحطات اللي مر منها هاليلوزيتش هي المحطه ديال المنتخب الجزائري، ويقال يعني في الفتره اللي كان فيها، وهو انه هذيك العمليه ديال 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 شد الحبل ما بين هاليلوزيتش واللاعبين ديال المنتخب الجزائري، وصلت واحد الوقت الى انه اللاعبين رفضوا انه يشرف على التدريب ديالهم، وبالتالي طلبوا من رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم على انه يغير المدرب، فكان الامر كذلك. دابا الان تفصلنا ايام قليله حول المقابله المصيريه تاع المنتخب المغربي مع الكونغو الديمقراطيه، بالنسبه لك واش كاين شي امل تاع التاهل ولا لا؟ شوف هو الامل قائم، لانه اولا كنظن بانه القرعه ما غاديش نقول كانت رحيمه يعني بالمنتخب المغربي، ولكن اعطتنا منافس اللي ماشي يعني في هذاك الكاليبر ديال بعض المنافسين الاخرين. ربما كانت الامور غادي تكون اصعب لو اننا غادي نواجهوا المنتخب ديال الكاميرون او لا غادي نواجهوا المنتخب ديال مصر. اعتقد بانه المنتخب ديال الكونغو الديمقراطيه منتخب انا لا استصغره، ولكن كنقول بانه من الممكن على انك ديفلوبي مع هذاك اللاعب ديالك وانك تقدم اداء جيد، وبالتالي الحظوظ ديالنا قائمه. غير كنا كنتمناو على انه هذه المباراه هذه تحضر في ظروف جيده، ما يكونوش هاد ما غاديش نسميهم تشويشات، ولكن هاد المشاكل اللي جات على الهامش واللي كان من المفروض انه نتفادوها لو اننا عرفنا كيفاش نشتغلوا على هاد الملفات هادو، وانه نحلوا هذه الامور في الوقت المناسب. يمكنش نختموا اللقاء بلا ما نهضروا على القضيه تاع الشغب اللي رجعت عاوتاني الى الواجهه مقابله المغرب الفاسي والجيش المغربي.
الملك. يعني مجموعه من الخطط، مجموعه من الاستراتيجيات هضر بزاف على الشغب، ولكن رغم ذلك تعاودوا نفس السيناريو، والسيناريو تاع الشغب تتكرر من جديد. بالنسبه لك اشنا هي الحلول باش نخرجوا من هذه الازمه اللي بغينا نقولوا ازمه تاع الشغب على مستوى كره القدم المغربيه؟ سي حمد، يعني على مدى واحد المجموعه ديال 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 السنوات كنا دائما نعود نوجه اصبع الاتهام للشباب اللي كنعتبروه بانه شباب طائش، وعلى انه يعني كيفتقد لواحد المجموعه ديال الامور اللي غيتخليه انه يكون يعني عند حسن الظن، وانه يحترم الملاعب ويحترم الانديه ويحترم واحد المجموعه ديال الامور. حنا دائما نعود نقولوا بانه باش تكون عندنا نهضة رياضية تيخص تكون المنظومة كلها متناسقة ومنسجمة، وهذا وهذا، وبالتالي بالجمهور تيشكل طرف من في يعني في هاد المنظومة هذه. بكل أسف اليوم وهو أنه كاين واحد التباعد كبير ما بين الأطراف اللي كتشكل بالمنظومة. المسير يشتغل يعني بشكل انفرادي، الصحافه ما بقاش عندها ذاك الدور الكبير ديالها، يعني اللاعبين يعني ما بقيناش نعرفوا يعني الكثير من الامور ديالهم، وبالتالي كاين واحد الاختلال في المنظومه.